مفاتيح الحل بيد الجيش الوطني والمقاومة، أو هو ما باتت تدركه اليوم، ولذلك ذهبت لتحصي المواقع واحدا بعد الآخر حصيلتهما خلال هذه الأيام في محافظة تعز صارت وفيرة، بينما خسائر الميليشيا في نزيف مستمر. فلا يمر يوم إلا وتحقق المقاومة والجيش تقدما في الجبهات على الرغم من بآلة الإمكانيات وشحة الإمدادات. ثعبات وحسنات إلى صالة ومحيطها في الجبهات الشرقية، مرورا بأحياء الكمب والدعوة وحي الزهراء، وهي الأحياء التي تتوسط المدينة بالإضافة إلى الجحملية وحي قريش، اللذين ما يزالان في قائمة انتظار مرور أفراد الجيش والمقاومة أيضا. تستمر المعارك التي تسهم في تغذيتها الميليشيا في الجبهة الغربية من المدينة في منطقة الربيعي ومناطق قريبة من مفرق شرعب وجوار مصنع السمن والصابون، حيث يتطلب تعزيز منفذ الضباب إجراءات سريعة بفتح منافذ موازية لتسهيل حركة المواطنين التي غابت عنهم متعة الحياة في ظل الحرب. لن تغرب الميليشيا عن هذه المحافظة إلا كاملة، فلا يمكن أن تتجزأ الانتصارات في قلب المدينة أو محيطها دون أن تشعر بالخلاص حتى آخر بلدة في ريف المحافظة وطرد آخر عنصر ميليشياوي، لتعود روح المدنية تعانق تعز ويلف السلام جبالها والأودية. ما يدور في مركز المحافظة، الأمر نفسه يجري في ريفها، وتحديدا في مناطق الأحكوم والأكبوش، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين أفراد المقاومة والجيش الوطني من جهة والميليشيات من جهة أخرى. سقط خلالها 6 قتلى من الميليشيا، كما تشهد منطقة المقاطرة ومحيط مديرية التربة قصفا بصواريخ الكاتيوشا المتمركزة في مديرية حيفان، ما تسبب باستشهاد مواطن. إذن ربما تكون الفرصة الأولى سنحت لتحقيق التقدم الملحوظ بالنسبة للمقاومة، لكنها بالنسبة للميليشيا فرصة الملاذ الأخير لمغادرة المحافظة، فكل المؤشرات تذهب إلى أن الأيام القادمة ستحمل المفاجآت غير السارة بالنسبة للجماعة الانقلابية.